أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. قبل ما بلش لكم فيديو اليوم بدي أذكركم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفقاتكم. رح نحكي عن توقعات الحلقة 24 من مسلسل الهيبة. نحن على أعتاب الحرب النارية والطاحنة اللي بتنشب بين جبل شيخ الجبل ونمر السعيد بروائع التشويق والإثارة السورية اللبنانية مسلسل الهيبة الحلقة 24، والتطورات اللي تساعدت وتيرتها للألف، خصوصي أنه رانيا قامت بأخذ البصمة من عمتها بعد أنه غافلتها ووضعت لها حبة الدواء بالماء، ومع جبل شيخ الجبل اللي اكتشف أنه نمر السعيد عم يراقب منزله، لكن لهلأ ما كشف لنا إذا كان قد علم بأن عصام أصبح عنصر محروق عند نمر السعيد، ومع زوجة عصام اللي بتعتقد أنه زوجها هو اللي عم يراسله وتقوم بإرسال صورة مغرية إله، والكثير من الأحداث اللي رح تشهد هاي الحلقة الجديدة من مسلسل الهيبة 24. نمر السعيد بيرسل رسالة تانية لجبال وبيخبره بخروج الشاحنة الثالثة والمليئة ببضاعة الكبتكون، حيث رح تكون هاي الشاحنة فارغة ورح يسقط جبل في فخ نمر السعيد. شاهين رح يقبل بعرض نمر ويساعده بتلقي الشاحنة والقبض على ظافر، وبهذا الشي بيكون أخذ بتارو من ظافر وجماعته. جبل عن تلقيه خبر خروج الشاحنة الثالثة رح ياخذ رجاله ويقوموا بمحاصرتها، ليتفاجأ بالنهاية انه هي فارغة، وحين رح يعرف انه نمر قد علم بكل مخططاته، كما رح يكتشف انه هو وراء اختطاف عصام وابو طلال والمختار، وشاهين رح ينقذ جبل من بين يد رجال نمر. جبل رح يعلن الحرب ضد نمر السعيد وياخذ بتارو منه مشان يصل لزيدان بطريقته وخططه الجديدة. تبدأ مشاعر جبل تظهر لرانيا اللي بلشت تتخبط بمشاعرها ما بين الحب والانتقام، خصوصي انه اخذت البصمة من عمتها وغافلتها. جبل بيعرف انه ابو طلال الشايب قد تم اختطافه من قبل جماعة نمر السعيد بعد انه عرف انه النمر عم يراقب منزله بالكاميرات. زوجة عصام ترسل صورة لهاتف عصام بتظن انه لزوجة، وهون نمر بيقوم باستغلال هاي الصورة من اجل ان يبتز عصام، فكيف رح تكون ردة فعل عصام بعد هذا الموقف؟ رانيا لساعتها بصراع داخلي قاتل لا، ورح تتراجع عن مهمتها وتلغي المهمة، لكن رح يتب كشف ما قامت بيه بسبب علبة الحبر اللي نسيتها بملابسها وظهرت على الملابس بعد غسلها. موقف رانيا أمام جبل رح يكون قاسي، ورح تكشف له كل المخطط اللي أتت لأجله وأنه تراجعت، ورح تورجي أوراق الملكية اللي قامت بتمزيقها قبل أن يفتضح أمره، وهون جبل رح يصدقها على الرغم من أنه قلبه رح ينكسر مرة تانية. ورح تقوم رانيا بإخبار جبل أنه نمر هو من اختطف الشايب والكثير من التفاصيل الصادمة لجبل. جبل بيضع خطة من أجل أنه ينقذ الشايب من قبضة نمر السعيد، ورح يستعين بعلي مرة تانية وبعض الرجال مشان الدخول مرة تانية لمنزل نمر وتفتيت الجزء السفلي من المنزل. شاهين اللي استعاد حياته من منى رح يبدأ بالتفكير من جديد بعلاقته بجماعة زيتان، وهل رح يكمل معهم بخططاتهم ضد جبل أم لا؟ بعد انه يتأكد جبل انه الشايب بمنزل نمر رح يستعين بالعقيد من اجل مداهمة المنزل وتفتيش فيه، لكن نمر رح يكون قد علم بهي الخطة وقام بتغيير مكان الشايب وعصام والمختار. هاي كانت توقعاتنا للحلقة 24 من مسلسل الهيبة، شاركوني آراءكم بالتعليقات. هاي كانت التوقعات وانتو شو رأيكم؟ حكولي بالتعليقات. واللي ما بيعرف شو هو مسلسل الهيبة رح أحكي لكم عن قصته. مسلسل الهيبة هو مسلسل لبناني سوري مشترك تم تصويره بسوريا ولبنان، هو تكملة لسلسلة مسلسل الهيبة اللي أنتج عام 2017، وتم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان الهيبة العودة برمضان 2018، وبعدين إجا الجزء الثالث تحت عنوان الهيبة الحصاد بعام 2019، وبيعود مسلسل الهيبة بموسم الرابع تحت عنوان الهيبة الرد لتبدأ الأحداث الجديدة ضمن قالب مليء بالتشويق والإثارة والانتقام. بتدور أحداث المسلسل حول شخص يدعى جبل، هو الفنان السوري تيم حسن، بتعرض جبل لمحاولة اغتيال في بداية المسلسل، وأثناء محاولته الاغتيال يخطئ صاحب محاولة الاغتيال بقتل جبل، فبيقتل زوجته وابنه الوحيد مما أثار غضبه الشديد، وبيحظى جبل على اهتمام كبير من قبل مخاتير وجهاء منطقة الهيبة بحاول العثور على المجرم اللي قام باغتيال زوجته وابنه، وأقدم جبل على كثير من الأمور اللي جعلت أهل المنطقة بتقف جنبه في كل ما يريد فعله من أحداث قوية ضد القتلة. ويمكنكم مشاهدة مسلسل الهيبة الرد
حيث قامت القنوات المختلفة بنقل مسلسل مساء يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020. بدي أذكركم لا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو وتكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات وتنشروا بين رفقاتكم.